بعد دابا كاين مجموعه ديال الجماهير كتقول على ان ليكيب دو مات لا كاليفيكاسيون كارت فينال، حنا هادشي عرفناه، ولكن لامبورطونس ديال هاد الماتش هذا كتجلى في ان غيكونوا دي شونجمون في التشكيله. نتمنى على ان بعض اللاعبين يعطيو ديما جديده بحال باديبانكا، بحال متكور يرجع للمستوى المعود ديالو، يهزنا سونطاجات ان شاء الله مزيانين لكابونغو في هاد الماتش. لا ميم شوز بالنسبه لكابونغو، حتى هو نتمنى يدير ان كرو ماتش باش بسيشيكمون يرجع المنافسه على هو لا باديبانكا. ونتمنى دابا السيناسي كان اللي بغيت نقصد لك الاهميه ديال هاد الماتش هذا هو ان سي بوسيبل بامكانو يدير دي شونجمون في التشكيله. و ميم طون غتكون تنعكس ايجابيا. علاش؟ لان كيف ما كنعرفوا على ان غتكون المقابله فيها جماهير غفيره، دونك اي جوار غيدير واحد المردود اللي هو مزيان غينعكس عليه في المقابلات الجايين. و ميم طون على ان الماتش عنده اهميه كبيره، لان خاصنا ندوزو دي دو جروب، دونك خاصنا نديرو الاداء اللي هو جيد باش اللعاب يكسبوا الثقه ويمشيو في الباركور ديالهم مزيان بالنسبه للكوب دي طون أكيد. الماتش جد مهم وما خصناش نستهنوا به، وكيخص المدرب يحاول ما امكن يدخل التشكيله، لان ما نساوش بالنسبه للطيف راه غيجيو يلعبوا لوتو بوغ لوتو لانهم ضامنين التاهل. علاش؟ لان الفرقي بجوج دابا عرفوا النتيجه ديال الحوريه، وعرفوا في خبارك ان الحوريه دارت تعادل اليوم مع منصور. إذن الفرق بجوج عارفين راسهم انهم تاهلوا رسميا، داكور. إذن بجوجهم غادي يلعبوا بحال اون فينال، شي ملي كتلعب اون فينال دو كوب كتكون ما تابعك حتى حاجه، تابعك هذاك الفينال خصك تربحو. دونك هنا فوالا سو كي في غتكون الكونفرونطاسيون فيها واحد التوتر كبير، وغيكون فيها مساحات ضيقه، وغيكون فيها واحد الضغط على حامل الكره، يعني انه المدرب حذاري ثم حذاري. ما نساوش بانه ما ينتظرنا وسط الاسبوع ليس سوى مباريات كاس العرش مع فرق اللي هي من مستوى فرق الهوات، فرق صغيره. سو كيفي ما خصناش تخلعنا وترهبنا، كيخصنا التشكيله المثاليه اللي احسن تشكيله يمكن نلعبوا بها هذا الماتش ديال الصيف، لان اهميه احتلال الصداره هي اهم من اي شيء ممكن، لانه تبارك الله كيف ما كان الحال كاين تشكيله اللي نقدروا نلعبوا بها نهار الاربعاء براحتنا. ما نساوش راه كينعلق واحد 6 و7 اللاعبين ما كيلعبوش العصمه، يعني الا ما لعبتيهمش ماتش ديال لاكوبي متى غتلعبهم؟ دونك هنا كيخصنا احسن تشكيله اللي عندنا اللي مأهله في لاكاف هي اللي خصها تدخل غدا، باستثناء بطبيعه الحال متولي اللي هو عنده حاله ديال الايقاف للانذار، والحاله كذلك ديال الوردي اللي عنده اصابه. دونك الاخرين كلهم خصهم يدخلوا، وخصنا نلعبوا بالنيه ديال انتزاع 3 نقاط، لانها غتمكننا من الصداره. ما نساوش الصداره هي اللي غتعطينا الحظوظ اكثر، لانه الفرق اللي غتصدر المجموعات راه كلها فرق قويه، وحنا ما غنبغيوش نضربوا تماره حتى نوصلوا لهاد نفوتوا المجموعات وتجي شي فرقه تشطبنا من الكار فينا. الله يرحمه. انا تفضل. انا كنسيك لان كيف ما قلت على ان ستيف تاهي راه كلعب لو توب ولو تو، لانها ديجا عرفت فرنسا على انها كاريزي الكارت فينال. وواحد القضيه سيناستيك على ان اي فرقه سواء في البطوله سواء في الشامبيونز ليغ كتبقى على حساب الرجاء، لان دو سامبلومون رجاء سميتها سرقها. انا اللي بغيت نقول على ان الماتش فعلا خاصو يتخذ بواحد الجديه كبيره، لان ستيف ما غيكرهوش يجيبوا اون فيكتوار من كازا اللي غتخليهم حتى هما يلعبوا بالخصوم ديالهم في الكارت فينال. دونك غيبدو يديروا مفاجاه، دونك ما تستاهلوش المقابله، خاص تعطاها واحد لافاليو اللي هي كبيره، خاصنا نلعبوا لو توب ولو ونتمنى يكونوا دي شونجمون، لي شونجمون يكونوا مزيانين في هذا الماتش، لان دابا دخلنا في واحد المعارج في هذا الغالي، لان خاصنا نلعبوا على البونتوش، لان كيف ما كنعرفوا عندنا الشامبيونز ليغ وكوب دي طون وبطولات، دونك يلفو بيان جيري لي ماتش الجايين على حساب لي روتوش لي شونجمون باش ما يكونش داك العائق ديال العياء. ونتمنى على ان الجماهير تلتزم الحدود السيناسيك، لان الترشيح طوا دو ماتش ويكلو عطاو الماتش الاولى الخمس مجموعات غتلعبو ويكلو، ولو كارت فينال تاهو غتلعبو ويكلو، لا ميم شوز بالنسبة للنجم الساحلي. دونك حنا كنعرفو على ان لا بويسونس ديال ليكيب ديالنا كاينة في البوبليك ديال الرجاء، دونك خاصنا نلتزمو الحدود وناخدو هاد النقطة بعين الاعتبار، لان الكارت فينال سيبوزون كو ان كارت فينال كيب اللي هي متبرسة قاريا وعندها بارماريس كبير في افريقيا، عطاو واحد لوبستاكل كبير
نتمنى نتمنى فعلا فعلا هذا هو واحد الاخ تيدوي دابا تيقول لك اودي راه المتصدر غادي يواجه الاهلي الشريف اخويا هذا جاي شوف اللي بغى ينافس شوف الاهلي داير ما بقاش الاهلي اللي كانت الاهلي راه في انحدار مستمر وهذا ماشي شي داك الانحدار ديال مستوى الاهلي راه اثر حتى على المنتخب ديالهم حتى المنتخب ديالهم ما بقاش بديك القوه وديك الفعاليه اللي كان وهذا الشيء عادي لانه ربما المصريين كيدرسوا كانوا السنوات اللي ماضيه كانوا كيدرسوا المنافسات قبل ما كيشاركوا فيها كانت كيديروا اون بلانيفيكاسيون كيشوفوا بحال مثلا البطوله العربيه ما كانش كيشاركوا فيها علاش حيت عارفين ان فيها غير مشاكل وفيها كذا ما كانوش كيبغيو يشاركوا في بعض المنافسات لهذا كانوا كيمشيو بعيد دابا هذا اللي شفناهم هذا العام اللي فات المنتخب ديالهم شارك في البطوله العربيه والمنتخب ديالهم مشكل في الاغلبيه ديالهم من الاهلي اذا هما اداو الثمن راه الاهلي ما بقاش ديك الاهلي اللي كانت دوك ما تخلعناش ان الاهلي هي اللي تكلاسا دوزيام راه كتستحق تكون دوزيام دونك ما خصناش نترهبوا من فريق كيتكلاسا دوزيام خاص يكون راسنا عالي نشوفوا الفوق ودائما يعني نضرب قدام عينينا اننا نشدوا الصداره باش نكونوا مع رؤوس المجموعات ما نتواجهوش مع رؤوس المجموعات ملي تكلاسا دوزيام راه في المتناول ما تكلاسا دوزيام حتى في المتناول هذا هو الفكره اللي نقول للاخ رجاوي رجاوي اللي تيدوي على هذه النقطه هذه انا متفق معك السي ناسي غير باش ما نطولوش ونخلي المجال لي زوت اللي بغاو يدخلوا راه اي بين ايكيب اللي بغات تنافس على الشامبيونز ليغ راه خاص اي فرقه تكون موجوده ليها مزيان وتواجهها لان الا بغيتي تكون عندك سميه قاريا وبغيتي تدخل في الشامبيونز ليغ راه تشوف ايتخ اوبليجي ان اي ايكيب تحت قدامك خاصها دير قدامها ان كرو ماتش وبوكوا با زعما ربح لان هذه هي العصبه هذا هو اللي بغيت نقول هادشي اللي كاين بصح واخا ونشكرك السي ناسيك الله يحفظك الله يحفظك السي مهدي وكنشكرك على المشاركه نتمنى السي ناسيك تفتح لنا الملف ديال داك الدري يوسف راه ضامي خاطري من جهه داك الدري بغيت نشوفه صراحه في ليكيب ديال رجاء ما نكذبش انا اتساءل بحالي بحالك كنتساءل فينا هو غلط واش باقي كيتريني بعدا ولا ما باقيش مابقاش كيبان لي انا انا هذه هي النقطه اللي دويت عليها انا ديال اللعابه اللي كيتباعوا مع ثلاث الليل شي ديك ثلاث الليل ماشي معناها كيتباعوا في ثلاث الليل بصح هذيك هي رمزت فيها كيتباعوا كيشدوا اللعاب كيغبروه واحد المده حتى الجمهور كينساه لان عرفتي السي ناسيك بحال دابا جينيراسيون ديال زريده وديال مشتاميم وديال هاد يوسف خرق وديال هاد الازهري جوبونس هذا واحد المشروع عندهم طراسين كانت تيجيلو به وباتي بانك على ما سمعت على انه توظف صانع العاب وعطى كان ديفيكاس باسكو كان لعب باغ كونتر انني كان كيتحط جناح ما كانش عاطي مزيان دونك راه تكون واحد الجينيراسيون اللي غتحتاج براجا لان الراج ديالهم باقي صغير لا يوسف حمد لا تساري لا زريده لا مجتمع نتمناو هاد القضيه هذه هاد الملف هذا يهضر فيه الطوسي والعربي ان شاء الله الرحمن الرحيم كلنا تشاؤل ان شاء الله غادي يكون خير تبارك الله عليك اخويا كنشكرك اخويا تحياتي الله يحفظك اخويا مرحبا.